عذرا يا اخوان، يبدو انه اليوم في مشكلة في البث. كل ما ادخل القى نفسي خارج البث. عذرا. يبدو انه في مشكلة حقيقية يا اخوان في موضوع البث دي من البلاغات. نعم في مشكلة والله، نعم في مشكلة، لكن بإذن الله وراهم وراهم بمشكلة من غير مشكلة بنوصل صوتنا. فيا ريت الناس الموجودة على مستوى البث ما تقصر تدعم البث، تشير، تقدم ملصقات عشان نقدر نتكلم. وين مسمس موجود؟ هاي اللايف ما بيثبت، صح، دي حقيقة. دخلت انا اكتر من 3 مرات ومركتها، يعني القى نفسي خارج البس. طيب الراجل حسام، حبابك والله، مرحبا بك حسام. ده قلنا لك مخالي الناس تعمل متابعة تكبر صفحته. الراجل ده بيجتهد وبلخص اللايف بالنسبة للناس اللي ما عندها إمكانية تحضر لايف، فلذلك الناس تدخل على الصفحة يا إخواننا وتعمل له متابعة. راجل ممتاز وقايم بمجهود كبير والله، جزاك الله خير يا والله، عاجز عن الشكر. نحن المهم انا والله كله انه الرساله تصل، يعني اللي عنده نت ما عنده نت المهم يكون في الصوره، يكون في الصوره. طلائع بن جلاء حبابك، قال امس غايب. ايوه نعم امس غايب حبابك اخونا سامي، حبابك اخونا منتصر. منور الله اخونا عمر، محسن محمد علي حبابك والله، واسماعيل ابراهيم ابو قمر حبابك، تسلم والله يا غالي، عبد الرحمن حبابك. طيب بشر يا نزيل الخير حبابك والله، تسلم اخونا ماركو حبابك والله، اخونا محمد فيسبوك، ها فيسبوك عديل كده حبابك، ربنا ينصر القوات المسلحة، اللهم امين امين امين. لازم نأمن 3 مرات. الشريف حيدر احمد حبابك، والله قاعد يا اخونا علاء الدين، امس بس ما تمكنت او ما استطعت الخروج، امس والله كنت منهك وتعبان وقافله معايا، عشان كده موضوع شخصي ما عنده علاقه بالتفاصيل بتاعت المعركه. لكن مشينا على التيك توك كده بعد 12، دردشنا بيغادي هناك. طيب خذ القسم حبابك والله، حبابك حبابك حبيبنا خوف الوجه حبابك، تسلم 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 والله يا اخونا محمد، اخونا هشام حبابك، واتبندر حبابك، اخونا احمد قال وين بيسمس الله، ما طلعت ظهرت في التيك توك، دردشت كده وخارجت، لكن ما نقلنا موقف عملياتي امس ما طلعت. طيب اخونا احمد محمد خاطر، تسلم والله، جزاك الله خير، تحياتنا يا غالي، تسلم والله، اسئله حائره، تسلم فيما الحيره يا اخي، ما تحتار اي اسئله عنده اجوبه. طيب احمد حبيب، احمد حبيب حبابك، اخونا احمد حبيب حبابك تاني،
برهان الصادق المبشر ده اسم انا سوي عشان ما يزال يقول لي انت بقيت تطبل ده اسم بتاع صفحه واحد كاتب برهان الصادق المبشر ده واحد كاتب كده عشان ما تيجي تكبشر الموضوع تقول الزلمه ده قد طبله ليه برهان عبد القادر امام حبابك والله اخوانا جزاكم الله خير كلكم الناس الموجودين على مستوى البث فيا ريت الناس تشير على قدر ما تقدر عشان نقدر نخش في موضوعنا نتكلم عن الفاشر ومغليط نتكلم عن الجزيرة نتكلم عن باقي البحاور وندخل في التفاصيل وحنختصر بإذن الله ده قال يا فلولي هو في فلولي عليك الله اكتر من حميدتي بتاعك ده بكري ابراهيم عليك الله اردم الزول ده قال يا فلولي هو في زول حارب الكيزان زي ما حاربتم انا يفلق بيربي قول امين يا بكري يا رمة يا ودي الرمة انت يفلق بيربي انتم ناس جداد جيتوا بعد الحرب دي حتى عرفتوا في لايفاتية وعرفت انه في ناس في الميديا قال فلولو فلولي قال و حميدتي بتاعك ده شنو حميدتي بتاعك ده ام الفلول ذاته ده الفلول الاصل حميدتي بتاعك ده اردم العافية ده في صفحته على قلة وهمي دي بتنطلع على منو على كاذب دي تنطلع على منو عرفت فلل الشعب كله اي زول دعم الجيش شابكينه لك فلولي وما عارف ده جيش كيزان وده شنو وده دي ما بتنطر انت ذاتك كوز وكنت خرا كوز اساسا عدن جويتم خرا الكيزان خرا الكيزان براد الكيزان الجنجي يا اخواننا يجيك واحد عفين نكره لا يسوى بات قديمه على الاقل لو في ادمن في اللايف احذر الاسم شنو البنشر في روابط ده عامل فيها الهاكر دي كلها صفحات تابعة للجنجويد ده انا هكر صفحاتكم بغد ده انا هكر الصفحات عشان كده واحد يخش بقى في اخواننا في الروابط دي ضغطت على الرابط بمعنى انك انت فقدت صفحتك تسلم يا اخونا موسى تسلم يا اخواننا نشوف المشاركات كم عشان نبدأ نخش في الموضوع مشاركات دي وهمية جدا جدا يعني لازم الناس تشارك عشان تحمل اللايف ميجا ردمت الوهمي اللي اسمه بكري ده يلا بعد كده نضف الصفحة من امثالك يا وهمي امسك البلوك ده تسلم ابو الشوق اشرف حبابك والله اخونا سيمو حبابك اخونا ويسكا حبابك اخونا ابو علي حبابك اخونا بكر ابراهيم حبابك اخونا محمد الكهلي الكهلي حبابك حباب الكوالة اخونا محمد عبد الرحيم عبد النبي انت دقيقة ما تميت شابك نخش خش انتظر تسلم تسلم اخو الشوق ابو الشوق تسلم يديك العافية محمد موسى الزعيم حبابك والله أنعم الله عليك أخونا محمد إبراهيم يا مراحب أخونا محمد درويش تسلم والله يا غالي الحبيب الغالي حبابك والله
طيب يا اخوان، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اولا نعتذر، امس ما طلعنا عشان كده الناس رسلت رسائل كثيرة جدا في الماسنجر وما استطعنا والله الرد على كل الرسائل. ردينا على جزء من الناس، شاكر ومقدر لأي زول فقدنا، امس ما طلعنا والله، لكن كان الأولى إنه الواحد يعتذر ويحترم الناس يعني. لكن معلش يا اخوان، المرة الجاية بإذن الله الواحد لو ما طالع ينزل بوست يوري الناس. طيب نبدأ بالفاشر ومنلد. قلنا لكم يا اخوان الناس ما تنجر طوال الشائعات والصفحات المضللة، ويجيك واحد يقول لك يا اخي والله العظيم مليت كلها جيش اخضر وما عارف يعني مثلا الجيش اتحرك بوين وعمل شنو عمل شنو. يا اخوان الناس دي كلها بعيدة من ارض المعركة، الناس دي بتنقل اخبارها من الميديا، الناس دي لا تمتلك مصادر، الناس دي بتفتل من راسها، وان كانوا داعمين للقوات المسلحة. صفحات بسيطة جدا الصادقة واللي بتدي الناس الحقيقة. الحاصل في مليت يا اخوان انه مليت ما فيها جيش اساسا، مليت ما فيها جيش اساسا، مليت انا بعرفها ومشيت لها قبل كده وقعدت فيها، جزء من ناس الحركات كان قاعدين في مليت وجزء تابعين للناس اللي انشقوا او اطلعوا من الحياد وينضموا للقوات المسلحة، وجزء تابع للطاهر حجر، وحتى الموقع بتاع الجيش كان قاعد فوق الكتيبة 410 الوقت ده، كان زمان كنت في القشم كان في 410. فما في جيش عشان يجي يقول لك احنا والله دخلنا وما عارف استلمنا، كده بسائل دخلت لا استلمت ولا مسكت عسكري جيش واحد، اتحداك ولا قتلت عسكري جيش واحد. الجيش دي نقطة أو ارتكاز متقدم، ومن اللد بعيد يا اخواننا من الفاشر. في ناس شايفهم قال لك يا أخي من اللد دي في الفاشر، قول بسم الله يا زلمة، من اللد بعيد من الفاشر. من اللد تعتبر نقطة بتاعت تأمين أو بوابة، بوابة يعني لا أكثر ولا أقل. الجيش قاعد في الفاشر، الفاشر في القوات المسلحة والحركات المسلحة، بدأت العمليات ده انا غايته يعني بقول على هذه العمليات الأساسية. أول ده كان كله مناوشات كويس وكله تدوين، لكن الآن بدأت العمليات والجيش شغال ودايس دايس بكله، دايس على الجنجة بكله. بالإضافة لناس الحركات شغالين كر وفر مع الميليشيا وتغيير بتاع المواجهات. ما القوة دي طبيعتها يا اخوان انها قوة سريعة وخفيفة وتعتمد على كثافة النيران، دي الحركات يعني طبيعة عملها نفس طبيعة عمل الجنجة، ويمكن خبرتهم أكبر من خبرة الجنجة وأوسع من خبرة الجنجة. عشان كده أمس الجنجويد دفعوا ثمن غالي، ماتوا منهم المئات، اتدمرت منهم عشرات العربات، بالإضافة للإمداد اللي وصل للقوات المسلح عشان يغطي او المواجهة. ما في داعي لكشف المواجهات، لكن امس في انزال ولأسلحة نوعية وتمت المهمة بنجاح، رغم انه الجنجة كمل المضادات بتاعتهم وما اصابه شيء. انزال موفق، انزال بالملي، والحمد لله الجيش كان حاضر واستلم الاسلحة النوعية وتم توزيعها على المواجهات. فمن ليت اخواننا بعيدة من الفاشر، بعيدة بعيدة، تركب والله من الفاشر تمشينا من قلبك يتقطع. دي من ليت حركات كان قاعدة في المقر بتاع اليونيميت، وده زي ما قلنا لكم مقر يعني مهيأ عسكريا، فيه دفاعات وفيه سواتر وفيه، لكن الكترة دائما بتغلب الشجاعة. الحركات اللي كانت هناك موجودة دي كلها ما تم لها 16 عربية، الناس دي جايين هاجمين بقريب ل 80 عربية، ما في مقارنة. لو اعتمد على كثافة النيران ودوناكم من بعيد ساكت، انت برنامجك بكون يعني مختلف. لكن التحية لهم وربنا يرحم
الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وربنا يفك المأسورين بإذن الله تعالى. فالعمليات هناك يا اخواننا مدورة والجنجبيد والله مبلولين بل الآن طالبين المدد من نيالة وطالبين المدد من باقي المناطق الأصلا هم قاعدين فيها ومتواجدين فيها. الحاجة الـ يعني الملاحظة انه أغلبية قيادة الجنجبيد أغلبيتهم اتخارج من الخرطوم، مجموعات كبيرة خارج من الخرطوم مشت انضمت للمجموعات القاعدة تناوش في محاور أو في أطراف الفاشر انسحابات بالجملة. أولى الأولى في ناس قال لك أولى شنو؟ أولى الفاشر. في ناس قال انسحبوا من غير تعليمات برام كده بس كبروها فاتوا قالوا اخر لنا الفاشر هناك بلدنا. الموضوع بتاع الخرطوم ده جلوه. فالناس طبعا يا اخواننا الفاشر بخير والقشم بخير والحمد لله المطمئن في الموضوع انه كل القوة هناك معنويات في السماء وحركات على جيش كلهم في خندق واحد كلهم تعليماتهم واحدة طالعة من قائد الفرقة وما في لا في خلافات لا في انشقاقات كلهم اجمعوا اتفقوا على بل الجنجبيد. تحية لهم اخواننا وربنا يثبتهم. والله الجنجبيد غير ضرب المواطنين ما بيعرف حاجة. دونوا الاحياء بتاعت المواطنين وقتلوا كمية من الناس وقصد شغل مقصود يعني قصف متعمد. الطيران شغال فيهم شغل تقيل جدا جدا داق تجمعاتهم دي كله لكن برضو في النهاية الطيران ما بيحسم معركة اللي بيحسم المعركة المشاة. طيب نجي للجزيرة والمحاور دي سنار والحتات دي. الجيش الحمد لله رب العالمين يا اخواننا الايام دي ركز على المنصات بتاعت الدنجة. كم منصة تم تدميره بالاضافة لكم تيم بتاع مسيرات تم تحييده بالاضافة لتدمير عدد من العربات القتالية للدنجة. الجنجبيد اشكاليتهم الان بقت في الجزيرة بيعانوا من الوقود ما عندهم وقود النازل والدليل على كده انهم منزلوا من عرباتهم. العربات اللي كان جغمونها امام الناس بينزلوا منها وبيتخارجوا يعني الجيش استلم كمية من العربات بيلقاها بس واقفة كده تلقاها مسحينها بيطين وضاربينها طين عشان الطيران ما يدقها وحق المواطن يعني نزلوا منها عشان وقود ما عندهم والجيش احكم السيطرة وقطع عليهم طرق الامداد. يعني الجيش حاصرهم حصار كامل شامل الان بيسووا فوقه كيكل والبسوا فيه قجة والبسوا فيه البيشي. البيشي كمان كتر الهروب وكتر الجري. البسوا فيه كيكل والبيشي وقجة والجماعة دي ده كله هروب من المواجهة كل يوم داخل اللم غرية وبينهبوا و يعني سبحان الله هذا بيرتكبوا انتهاكات عجيبة جدا جدا ويطلع الوهم يحمد تلمو صيج يقول لك قال نحن خرجنا من اجل المواطنين ونحن وما عارف التحول الديمقراطي هو يطلس الناس. الليله مرتزقته اخر ما توصلوا له قاعدين يقلعوا من الناس القمح قاعدين يقلعوا منهم المواد التموينيه المدخرين عشان ياكلوها قاعدين يقلعوها يفتشوا البيوت يشيلوا منك اي حاجه لقوها بتتاكل بيشيلوها منك اي حاجه لقوها بتتاكل والله بيشيلوها منك. الناس اللي دخلتهم مجاعه الناس اللي عندهم امداد لا عندهم دعم ولا تسمع يقول لك ما عارف عندهم عربات وصلت عندهم شنو والله كله كذب وكله تدليس ودي فرفره بتاعت مذبوح ساقط ما عنده والله العظيم الرماده والله جيش متقدم هو وين الجيش وعامل في شنو؟ نحن ما بنقول لك ارتكز وين ولا دخل وين ما بنقول لك على الاطلاق. ما تلتفتوا للشائعات بتاعت انه نازل من كده وجمعوا كده وماشيين كده يا زول حبابه نازل البل كتر عليهم بل كتر عليهم كده لمين قالوا ما دايرين. هسه امس الطيران ده
بلام والله يبان كده لمن قالوا ما دايرين جغم زي الجغم 18 عربيه محل واحد كده تم بلا في قريه كده اسمها مليحه على اتجاهات ود اللي حمر قريه اسمها مليحه الناس دخلوا القريه دي ونهبوها وارتكبوا جرائم حول القرى دي قرى كثيره كمبو ودي حامر ولا كم ود اللي حامر ده 8 دي 18 عربية تم جمع 18 عربية الطيران والمدفعية حيدوا بالإضافة لشاحنة برضو تم تحييدها بالإضافة للقصف المدفعي الكثيف قصف المدفعي عبر المدفعية الاستراتيجية ما وقفت منه ولا دقيقة أيوة قرية ومليحة جنجة حتى التلفونات حقت الناس اخواننا سرقوها نازل قلت لك مستهدفين المواطن استهداف مباشر عشان ما يجيك يقول لك يا اخي والله العظيم ديمقراطيه ونازل لا لا انا بكلام ده نازل ثاني بعد الشغل بقى معاك ثاني عديل هتقول لي تفاوض هتقول لي كلام فارغ زي ده يتبلوا كده بس لما يقولوا ما دايرين تيجي عند سنار بيغادي برضه البل مدور والبيشي شايفه كتر الصهيج المشي شايفه كتر الصياج اخوانا زي ما قلنا لكم في خلافات داخلية بين مجموعة كيكل والجماعة المعاو في خلافات انه بيجوا يسمعوا كلام ما ياهو وعندهم واحد الجنجة دقوا طلقة في كراعه قالوا قريب كيكل قريب وعديل دقوا طلقة في كراعه بالاضافة لانه المشي برضه ما قادر يسيطر على مجموعته وما قادر يثبت وشايفوا يعني المعلومات الوارده ان الزول ده شنطه ذاته مرافعهم الجوجو بتاعه ذاته رافعه تصيد تمشي بينها بيشي والله الا كان تطير السماء بيشي وكيكل والله الا تطير السماء لكن ورب الكعبه ما في مخرج او تطير السماء او كان لقيتوا فرصه خارج مشيتوا دارفور تمشي تلقوا متمردين بيغادروا هناك لكن تمشي بوين تمشي وين والله تتبلى وتنجغم زيك وزي فلانجاي طيب نجي لدرمان درمان اخواننا فيها شغل رغم انه ظهرت بعض البوستات احبطت كثير من الناس اخواننا دي بوستات جنجويدية الناس دي تابعين للجنجة يعني انت الليلة بس ده يعني انت متوقع او راجع من قحاط شنو سؤال انت راجع من قحاط شنو قحاطي منتظر منه شنو؟ يعني داير ينصف لك الجيش؟ قحاط داير يقول لك لا والله يا فرد يا اخي والله عشان خاطر عيونك يا اخي والله الجيش فعلا شقال والله وجنجويد فعلا فضلوا عصابات وقوتهم الاساسيه انجغمت معظم الناس اللي قاعدين متلبدين في البيوت ديل عباره عن خشنجيه وعباره عن مترددي سجون وعباره عن فزع وعباره عن ابناء الاحياء سمعتهم سيئة لا ده حيدخم لك الامور وحيهول لك الامور وحيقول لك قواتهم ما زالت متواجده ومسيطره على ما عارف على وكله طلع الساي ده منشور بتاع جنجه نظامنا احنا موجودين تسال الزول ده الان تقول له والنازل قاعدين وين والله ما عارف بس بده تقرير كده بقول له ها قولوا وينشروا لكن وين ما عارف الليله لما تيجي تقول له يا اخي النازل مسيطرين وقاعدين في كل امبدات وقاعدين ما عارف وين انت هنا والله ما عندك علاقه بالواقع بتاع المعركه ولا عندك علاقه بالانصاف وكذاب وجنجويتي ومعروف يا اخوان الموقف بتاع الجنجه من الميليشيا قطاع او جناح السياسي هما اللي اجعلوا الحرب دي هما اللي قالوا لحمد تدا انقلب على الجيش وبتستلم الشغله دي في ساعات هما اللي بيقولوا سبب الشتت قواته انجغمت الان بيكابروا وبلفقوا الاكاذيب في الجيش وبحاولوا يغضوا طرف عن جرائم الميليشيا بل كمان بيهددوا الناس اللي عندهم بوستات كده الناس الموجودين في القضارف اي زول عنده ذهب اي زول عنده هناي يمرق يمشي كلها بوستات تخويفيه القحاط ينجويت عديل يعني انت البوست اللي جيت دوت اتفهم ان الواحد يذكر اسمه اساسا الزول جنجويتي واتحداه
انا نزلت بوست هنا باسماء قيادات ما تبقى من الجنجة، تجيب القاعدة دي، تجيب القاعدة دي تسميها قوات قلت المنصورة في يدهم كذاب، اجزاء من المنصورة وسم قاعدين فيها متلبدين فيها، اجزاء عندك في ام بدات قاعدين وين؟ قاعدين في اجزاء، والجيش متقدم وكلامي وكلامك ده العمليات مدورة فيهم والبل مدور فيهم، كلامي وكلامك ده البل مدور فيهم. تكان تكون منصف تقول يا الناس اللي قاعدين دين عبارة عن او قوتهم الاساسيين جاوا ما تتحداك، والله سجب لي واحد من الناس اللي عنده بطاقة بتاعت دعم سريع، اتحداك تجيب لي واحد فيهم كده عنده بطاقة بتاعت دعم سريع، والله في المية ما تطلع اثنين عندهم بطاقة. دي مال القوات الأساسية، القوات الأساسية انجغمت القوات الأساسية بدري، جزء منها بسيط قاعدين جنب الخرطوم متبدين في الأسهري، وجزء منهم قاعدين هناك في شرق النيل، وجزء منهم دخل على الجزيرة. لكن الآن اللي قاعدين في الأحياء بالذات بحري عليه القسم أغلبهم أبناء الأحياء ضعاف النفوس، اتجندوا كويس عبر او الخونه، اختصر لك الخونه، اتضروا جيرانهم شغالين مرشدين جيل الان قاعدين، واحد تلقاه لابسين بنطلون بتاع كاكي، والله في ناس واحد ما يعرف يضرب ذاته تلقى شايل له كلاش. دي بقولوا على قوات، دي بقولوا على قوات كده سؤال. ويجيك واحد يقول لك قال اسمع، يجيب واحد يقول لك قال يا اخي والله العظيم انتم ما قلتوا انه الجيش ده قاعد في كل المناطق، والجيش ده وين؟ ما هو انت يا اما غبي يا اما غبي، او انت ما قاعد تحضر ولا قاعد تسمع الفيديوهات اللي انا قاعد اقولها دي، مواعد في الاثنين. نحن من بدايه الاحداث قلنا لك يا اخي الحرب دي حرب مدن وقتال شوارع، وقلنا لك يا اخي الجنجويد ديل مرقوا من المغارات بتاعتهم ويختبئوا داخل منازل المواطنين وقاعدين داخل المؤسسات. لما تيجي تعمل لك بوست وتعدد فيه المؤسسات اللي قاعدين فيه والاماكن اللي قاعدين فيها، تيجي جديد ما دي معترفين بها حتى في شروط التفاوض موجوده، هاي الناس اللي قاعدين في منازل المواطنين دي ولا احنا بننكرها، قاعدين في بعض او قاعدين في المؤسسات دي كلها قاعدين متلبدين فيها. المعسكرات اللي ذكرتها في ناس واحد يقول لنا زين قاعدين يا اخي في معارف الاستراتيجيه، يقول لك يا في الاستراتيجيه فيها كم؟ كان فرع الرياض العسكري ده كان فيه كم؟ لما نجي نجي الهجوم فيه كم؟ بعدين القوه دي جات من وين؟ القوه دي جات من خارج العاصمه من بدات الاحداث دي، كان قاعده وكان جزء من الجيش وكان شريكة قاعدة في مواقع مشتركة مع الجيش، مو كان لها مهام بتاعت حماية. القوة دي لو كان جات من برا وطلعت المواقع دي من الجيش كان نقول معلش، لكن اخوانا النازل كانوا قاعدين كويس، كانوا قاعدين مع الجيش سوا نازل بس غدروا، وكان اكثر جاهزية من الجيش ذاته عتاد على افراد. والله في مواقع اقسم بالله عندك زي سركاب دي هسه على الله، بس الخاصة ده كانوا كم؟ كانوا كم؟ الجنجويد هاجمين بأكثر من 2000 وكم؟ الجنجويد هاجمين بأكثر من 2000 وكم؟ هاجمين بأكثر من 2000 وكم؟ العربات اللي هاجمين بها قدر شنو؟ في النهاية عليه القسم شتتوا وجاروا وجاروا دخلوا في المستشفيات، جاروا دخلوا في الدايات واحدين محلهم لحد الان ما معروف، واحدين ينجبوا. جيش السودان ده جيش محترف يا زلمه، جيش مهني اقسم بالله، في فضاحله حيروا العالم. وبعدين الكلام ده شهدوا به خبراء عسكريين، شهدوا به خبراء عسكريين الكلام ده. تجينا انت وهمي تقعد تشبكنا ما عارف الجيش قاعد في كل اقصد الجنجويد قاعدين في كل المواقع، هاي ما ناس فقدوا معسكراتهم، انت المعسكرات بتاعتهم
الاول قبل الاحداث انت شفتها والله معسكر الدين جده تركب عربيه تمشي فوق ذاته لا من راسك يلف حتى تصل اخره. وين امداداتهم؟ وين تشوينهم؟ وين عرباتهم؟ وين دي كلها جيش غامه يا زول؟ الان قاعدين داخل هنا بيوت المواطنين، دي انت بتسميها سيطره؟ دي بتسميها سيطره انت؟ كده قوم لف. قال سيطره قال. فيا اخوان انا زي المجهومين، والانتصار مساله وقت، والمعركه زي ما قلنا لكم معركه معقده، معركه شاقه. الجيش ما كان جاهز، لكن رغم ده الجيش استطاع وقدر انه يوقف الميليشيا دي في حدها، وقدر يوري العالم كله ان احنا عندنا جيش رغم التهميش الممنهج اللي كان يمارس على القوات المسلحه، كان من ناحيه التسليح او كان من ناحيه شنو؟ التجنيد. جيش ده من فتره من الفترات كان وقف عديل، الميليشيا دي بتجند بس. الميليشيا دي بتجند، بعدين هسه لو جينا للقوه الاساسيه بتاعت الجنجة كانوا كم؟ كان جينا للقوه الاساسيه بتاعت الجنجة كانوا كم النازل؟ النازل دخلوا الحرب دي باكثر من 1000، باكثر من 180,000. اكثر من 180,000، ما يقول لك 120، والله اكثر من 180,000 دخلوا الحرب دي. غير الناس اللي نقلوهم وجابوهم واجروا لهم في شرق النيل، واجروا لهم في كل المناطق داخل العاصمه. غير المتحركات اللي قبل الاحداث دي بايام نقلوها جابوها بمدرعاتها، بوين جابوهم؟ من اقصى الغرب. والله انا بعرف واحد فيهم قال لي والله قال لنا ان احنا مودينكم اليمن. ده الناس اللي جوا مطار الغيط، قال لي والله مودينكم اليمن. قال لي جابونا لا في يمن، قال لي احنا مين شفنا شكل القوات دي وعدد كويس وعدد هنا المتحركات دي، عرفنا انه الشغله دي ما سهله. عرفنا انه الشغله دي ما سهله، والموضوع ده ما موضوع بتاع شنو؟ بتاع اليمن، ولا موضوع بتاع هنا. قال لي ده موضوع بتاع انقلاب على الجيش هذه، اقسم بالله كان حاسب الموضوع ده. لكن في النهايه هل حصل شنو؟ انتشرت صيد برحم دقله، صيد بيته، اتحرق مكتبه، انجغم، بقى ما قادر يسيطر على قواته. في النهايه الموضوع انتهى. وهسه قال واي، هسه احمد قال واي، هسه اختار الاخر ده شنو يعني؟ تفسيرك او قراءتك لخطاب حمدتي ده شنو؟ دي ما واي، ودي واي نعمه كمان، دي واي نعمه. زول بيقول لك احنا مسيطرين على دارفور، مسيطرين على الجزيره، مسيطرين على اجزاء كبيره من العاصمه، ونمد ايدينا للسلام. سلام شنو يا زول؟ انت كمسيطر، انت لو مسيطر بتقول كلامك ده؟ انت لو مسيطر بتقول سلام؟ انت ما اساسا كان داير تنقلب على الدولة ودار تحل محل الجيش. شبكتنا البرهان جاري ملاحقته، قال البرهان او يسلم او يستسلم او بندخل المقابر. هسه من كلامك هسه البرهان قاعد يقتل في كل السودان ده، بيمشي اي محل وزيارات رسمية. هسه انت على الاقل تقدر تعمل كده؟ جاري متابع له مقاطيع الدل، الناس تدردقوك. اقسم بالله سي اكثر زول شام الجنجة او شام القحاطة حميدتي، اكثر زول. عشان كده هسه اعلام الجنجة بدا يردم في القحاطة. دي سوى البلاء، الناس كانوا عايشين امورهم تمام، امورهم مظبطة، فجأة كده الزول ده لقى نفسه داخل في فتيل. السبب منه؟ السبب القحاطة، دي املاءات القحاطة. قال له انقلب، الشغلة دي كلها ساعات ان انا هنجيب زول نمسكه الجيش، وانت هتستلم الرئاسة، وبعد ذاك احنا مناصبنا توزع علينا، وبعد ذاك البلد تصبح في يدك والجيش بيركع. ده كان المخطط. لكن وين يا فردة؟ والله ده قوم ده اقسم بالله العظيم جلد زي الجلد، جلد نظيف. والتحالف الجوية لعبت دور كبير في المعركة دي.
بس الناس بتقول لك يا اخي والله العظيم الطيران ما بيحسم معركة. هذا الهوي ايوه نعم ما بيحسم معركة، لكن الطيران اللي اشتغلوا الشغل اللي اشتغلوا الطيران السوداني بدأت المعركة ده شغل بيختلف يا زول، شغل بيختلف يا زول. الجوية دي والله بدأت المعركة حياتها أكتر من 20,000 في أيام، بس والله أكتر من 20,000 في أيام، يومين ثلاثة بس، أكتر من 20,000 دي حياتهم الجوية. بل كده ده بل مجتمع غير البل المتفرق في داخل الأحياء وفي المواقع الأخرى دي، في معسكرات كده بس دي دقات الجوية. ركوب راس ركوب راس كده، شفت بتاع الطيارين النازل اشتغلوا لمن كان طلع حميدتي قال يا اخي انا والله كلامه قال يا اخي والله يعني البلد كلها في يدنا، كان مرفوع له تقرير مضلل قال لي يا اخي الشغله دي كلها في يدنا، المداخل المخارج كل الاسلحه حتى الطوابير ذاتها من كان يتواصلوا معاه رفعوا التمام، وقال له الان جاري ملاحقه البرهان، وحتى الطيران اللي فوق ده ما لاقي حته ينزل فيها. قواعد وزاره تحت يدنا، الفاره لبس كتموله وجه وصل هناك قريب من القصر وشاف البل، ما قال لك انا 60 نفر قاعدين ماتوا قدامي، لا انت داير تدم حلاوه ها جنجويتي، انت داير تدم حلاوه 60 نفر قاعد ماتوا قدامي. وده طبعا حمدتي زعلان عليهم لانه ديل الصفوه، عشان ديل الصفوه ديل مهريه، عشان كده زعلان عليهم، ودي الناس وكان بيشيلوا له الشنطة وكان شنو حتى الطيران الزول ده قال حيناه والله في النهاية بقت له بيصية دقة في الظهر وبقت له بيصية بقى مارك. فجاء السودان يا اخواننا ما بيقدر، جاء السودان خط احمر وما تفتوا الى الشائعات، والله العظيم نفقد الجيش ده نفقد سوداننا، نفقد الجيش ده والله نفقد سوداننا، اقسم بالله العظيم. الان بقى الدولة السودانية، وجود الدولة السودانية مرتبط بالجيش، ولولا الجيش والتحالب جيش ده كان مهمش، جيش تعبان، عساكر بصرفوا كم؟ بياكلوا شنو؟ مقارنة بالميليشيا بياكلوا شنو العساكر دي؟ بصرفوا كم؟ خدماتهم ده كانت تعبانة، جابوا الميليشيا دي صرفوا عليهم مليارات الدولارات، وهم قاعدين والله في ناس اقسم بالله بسبب ظروف ضاغطة كده بس خلوا الخدمة، عملوا 110 من الجيش ده والله بسبب الظروف، الواحد مرتبه 3 يوم ما بقعده، تركوا الجيش. بنعرفهم والله حق المعرفة، حق المعرفة بنعرفهم والله تركوا الجيش، اقسم بالله للظروف والله في ناس خلوا الجيش مش خشوا مع الجنجة ديل عشان الإقراءات وعشان القروش وعشان الحوافز وعشان الحصارة اللي بنتعب بها، بنعرفهم والله حق المعرفة بنعرفهم. جيزا زلوي فترة من فترات هم مشوا تهميش، ما بعده تهميش يا زول، حتى كان أحيانا كان في مواد تموينية بتيجي بعد فترة كده برضه كان وقفت يعني، لكن لما تيجي تقارن مرتب الجنجويتي والأشياء اللي بدوها للجنجويتي والاهتمام داخل معسكراتهم تحتار ذاته، تحتار بدا ما لقينا إلا الجيش. أسأل واحد أقعد طبز لك في تليفونه قاعد برا هناك يا أخي والله ما في جيش، جيش بيصرف عليهم ميزانيتنا يا زلمة، ميزانيتك صرفوها على الجنجويت دير، عسكري الجيش شغال بالمجان، هسه شغال وطنية منه بس، هسه في ناس ما لاقين مرتب ذاته برضه شغالين، ولا مد يده ولا سرقوا ولا بيسرقوا ولا شفت كنديد، والله العظيم في واحد حواليه قروش بالغلط في تلفون في ظل الظروف دي، أظن حولوا له 1,600,000 عسكري، محول له 1,600,000 بالغلط في حسابه، لما اتصل عليهم وهو يتواصل لما يتواصلوا معاه قال لهم جدا انا برجع القروش دي، برجع القروش دي ما في اي مشكله، وفعلا رجع القروش، رجع لهم في ظل الظروف دي. تفتكر ده كان جنجوي ده كان عامل شنو؟ والله كان يغمى ويسيب للزول ذاته، رجع لكن مشكورين بعض التجار عملوا شيرنينج، اظن القروش جاته 5 مليار ودقداق، 5 مليار ودقداق دي جاته، يعني شوف الرزق جاء في محله وبالدغري
بيدوغ رجال هسه على الاقل هذا لو جنجويد برجع يا اخي جنجويد يا اخي نهوا حتى قروش الاطفال نهبوها دي الناس ما خلوا حاجه لزول نهايه ابتغل لي عسكري بتاع جيش بجنجويدي نهايه مهما النشطه بتاع الكدمول مركبين شريحتين حاولوا يشوهوا ويقول لك انه الجيش قاعد يسرق والجيش قاعد يدخل بيوت المواطنين والكلام ده رغم ده فشلوا وتراجعوا عن كلامهم دي تصرفات فردية وهمية ملكي تصرفات فردية الليلة القوة دي الناس الفئة كلهم في ناس متفلتين ما بكون منضبطين عاملين قانون في العسكري وعاملين مستشار وعاملين كركون وعاملين محاكمات لشنو ملايكة هم ناس عاملين لهم الكلام ده الليلة من يجي زول يسرق خلاص انا اتهم القوة كلها اقول يا اخي القوة كلها بتسرق انت شفت الجنجة بسرقوا وبوثقوا شفتهم بيغتصبوا وبوثقوا شفتهم بيخربوا يا اخي نازل حتى السيراميك حتى السيراميك قلعوا الحاجة ما بيتمكنوا او ما بتمشي معاهم بيكسروها حقد 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 ما بعده حقد تتقارن انا بالجيش هسه الجيش شغال حرب دي والله تمت سنة تمت سنتين تمت 100 سنة الجيش شغال والتحية والله لأي عسكري ثابت على الزناد التحية لأي عسكري ثابت على الزناد وطز في أي مخزلاتي طز في أي جنجويتي طز في أي مناصر للجنجة وطز في أي داعم للجنجة قول لي قحادة قحادة مستقبلين كل متر قحادة بتوري زلم تاع التعليق اللي فوق قحادة بتوري زلم قحادة ما شغالين معي كان سنين في الصفحات اللي فاتت دي خدعنا فيهم قال انهم مطنين في النهاية طلعوا جنجويد طلعوا غواسات في النهاية كان رافعين شعار انه والله القحادة لا أكل لا سرقوا لا نهبوا لا اغتصبوا هسه ده كله عملوا هسه في السنة دي القحادة ده كله عملوا بيعهم لدم الشوا هذا خلي بيعمل هذا المشروع ده خلي سرقتهم للثورة خليها هسه الآن الناس زيل عليه القسم شريكين في أي جريمة يرتكبها أي جنجويدي أي جريمة يرتكبها أي جنجويدي القحاطة شركاء فيها زي الجنجويدي اغتصب يغتصب القحاطة زي الجنجويدي سرق سرقوا القحاطة دي قواتهم دي قواتهم من الآخر عشان أي قحاطي يطلص وتجي الزايد علينا الزايد علينا أنا قحاطي انت زايد علينا نحن ها نحن جبنا لك الثوره دي يا اخي احنا دفعنا ثمن والله العظيم ما انا وقفت بالثوره دي كان تقدر كلهم ما في واحد وقفوا ولا يقدر ولا يقدر ولا بعد ما طلعنا ذات الثوره دي الشغل اشتغلنا ما قدروا يشتغلوا تيجي زايد علينا انت تخون اي زول خالفك الراي انت بقيت جنجويت انا ابقى معاك جنجويتي دي مؤسسه انا ادعم المؤسسه دي ولا ادعمك انت كماليشيا نحن لما خرجنا على المؤسسة دي وقلنا إصلاح نحن قلنا إصلاح ما قلنا تدمير قحاطة من هيكل هيكل يقول لك يتفرتك طوبة طوبة وانت قاعد لي بعيد تعال فرتك انت تعال انت تتحك والله ما عمليش تقدر انت تقول ما داير تعال فرتك بس انت قحاطي ما خاص ذاك الرجال بس ما قادر تشيل سلاح شابكين الناس كيزان كيزان وهم جنجويدك قال كيزان كيزان اللي انت بتقول كيزان وما عارف شنو هم شايلين سلاح الان دي لكم بقاتلوا في الجنجة يعني انت سياسيا الناس دي انتهوا منك فشلوك طلعت وهمي ساكت لا بتفهم في سياسة ولا بتعرف سياسة ولا اي حاجة كل الشعب كرهك بموقفك ده هسي انت لو ما خذناك رجالك عشان انت سلاح وكتبت مع الدجاوي واحد منهم قال لك احنا زي ما السوار بيقابلوا المؤيدين للجيش بيقابلوا برهان يعني احنا كمان من حقنا نقابل حميدتي يا دول عرسوا لامك عديل حميدتي ده عرسوا لامك عديل مبروك في زول منعك انك تقابله مع ذاك وهناك قاعد تقابله يا اخي رخصة يا اخي نازل اقسم بالله العظيم انا ندمت على اليوم على اليوم يا اخواننا ها انا كنت بقول يا اخي قحطة دي ما تخونوها
والله ان انت على اليوم اللي كنت بقول فيه يا اخوان نجحت مخه يا اخوان نجاحات غير انتوا فاهمينهم غلط، ندمت على الكلام ده. والله الواحد المفروض يطلع نفسه زاد. يا اخي ده طلع اتفه واحقر واندل مما كنت اتصور. اقسم بالله العظيم. اخوانا هل يعقل؟ اخوانا زر رافع شعار؟ اخوانا زر رافع شعار كان بقول حريه سلام وعداله، هسه وين الحريه؟ وين السلام؟ وين العداله؟ عندك هسه الان الاف المواطنين محتجزين داخل مغرات او اماكن تواجد الميليشيا، ما تكلمت عنه. القرى ديك واستبيحت النساء اعراضها، انتهكوا اعراض النساء، قتلوا وسقوا، وين؟ وبعد يقول لك والله العظيم الجيش وكيزان وكتايب. طيب العوالق بتاعنا دي شنو؟ العوالق بتاعنا قلنا الجنجة دي شنو؟ ما كيزان؟ ما كيزان؟ مهمتهم كانت شنو في دارفور؟ انت قتلك قدام القيادة منو؟ الرماك في البحر منو؟ هل كان بيمسك البلد بيقول لهم قولوا عسكرية قولوا عسكرية قولوا عسكرية منو؟ مش الجنجويت ده؟ قاصر اغتصبوها الجنجدين في رمضان. تيجي تقول لنا قال يا اخي والله العظيم ان احنا ما عارف الفتره دي ما عارف الناس تحاول تدعم التقدم، والله ما ندعمكم اقسم بالله العظيم. شفت لو بقيت شنو؟ ادعمكم على شنو؟ انتوا يا زلمه انتوا بس للسودان، انتوا سرقتوا باسم السودان هسه. سرقتوا باسم السودان يا اخي، ضيعتوا الثوره. ضيعتوا الثورة يا أخي، الثورة يا أخي الناس دفعوا فيها فاتورة. ضيعتوها. جيتوا غطيتوا يدكم في يد القتلة. اتضامنتوا معاهم ووقفتوا معاهم وساندتوهم وأعنتوهم على قتل آلاف. أكثر من 15,000. السبب في موتهم أنتم. والله أكثر من 15,000 السبب في موتهم أنتم. بتحمل المسؤولية مباشرة القحاطة. متحمل المسؤولية عشان ما تقول لنا يا والله العظيم انتوا كنتوا نهايتك حاضر، ما تقدر تتكلم معي هوي. انا ابراهيم ده ثورة قايمة بذاتها، تصعدوا قولوا شنو تتكلم معي؟ والله غيرك ما تتكلموا معي. طيب الناس الموجودة في اللايف ده يا اخوانا تشير عشان تحمي اللايف، اي زول موجود هنا يشير لانه 500 شير على السريع، 500 شير على السريع. الناس اللي قاعدة في اللايف دي 1100، ال 1100 ده يزور يشير ويجي راجع. ال 1100 ده يزور يشير ويجي راجع سريعا. اي زول يشير ويجي راجع سريعا يا اخوان. الناس الموجودين في اللايف ده دارين 500 شير على السريع عشان نحمي البث من الهجوم او من هجوم الجداد المتتالي على البث. ما هي دي كده جداد واحد بدو بيقول لهم مش بلغ فيه البث بتاع ابراهيم، بيجي يبلغ ما عارف بياكل عيش بس يجي يبلغ شابكين الصفحة بلاغات، لكن بعد ما بتكفل حتى لو قفلت نشوف غيرها. نحن بقينا أكبر من صفحة يا أخي. صفحة كان زمان تكفل دي هسه بنفتح واحدة بيغالي. ولا بنشتغل في 122,000 ديك. فما في حل. ومشينا على التيك توك بيغالي عشان حتى لو صفحة الفيس انجمت الناس اللي قاعدة في التيك توك بيغالي بلاغات. فأنا ناس شير على السريع كده. دايرين 500 شير على السريع. نشوف عملت كم. الألف اللي قاعدين في اللايف ديل 1100 ديل. انا ما اعرف في ناس ما بتعرف شير ولا الناس اللي قاعدين كلهم جنجويت ولا حاصل شنو. في ناس ما بتعرف الناس اللي قاعدين جنجويت ولا كيف حاصل شنو. طيب شايف بعض القحاطة
رجعوا احيانا بيجوا يقولوا كلام كان في صالح الجيش، والكلام ده بالمناسبه خطير جدا، خطير جدا. ما في خير بيجي من ورا القحاط دي، يكون في علمك خير بيجي من خلف القحاط. ما في سنه نلقى القحاط يتكلم على الجيش والله بيشيلهم، هو قدر بالجيش منه كويس، قدر بالجيش منه، قدر بقول القحاطي يعني. شوف الكاتب جاءت، قال جاءت ولا شنو؟ قال جاءت ولا جيئت؟ جاءت الكاهري، دي اسم صفحة، جاءت الكاهري يا اختي، جيك جات لي سرايا هوي فلول بتاع شنو؟ يفلق باربيجي، قول امين، يفلق باربيجي يا جنجويتي يا قوس جنجي وهميتا. جاءت الكاهرة، قلت لك تجيك جات ليسرا، قول امين يا كوزينجا. ما انت بتاعك ده مش فلنجاي فلول بتاع كيزان، بالله بتاع الصفحه دي يا اخواننا اردموه، ولو في استطاعه الناس تمشي صفحته هناك تدخل له في الخاص تسمعه الكلام الطيب، ينجوي تعافيني يا دي انجويت عفن. ده العامل لك قلب ده، استلم الحظر ده، قلبك بالسكينة يا معلم. الان انا الموجود هنا على الاقل ادخل على الهنا يا زول، عامل قلب ده اديه بلوك. ده انا استعطف الناس كويس، ده يستعطف الناس بحنك الجيش كيزان، ده لان حيد الشعب كان من دعم الجيش عشان الناس كانت بتقرا الكيزان، لكن سبحان الله جات بالعكس، جات بالعكس، الشعب كله دعم القوات المسلحه، طلعوا كلها الحرب ده حرب كيزان، يتحكم فيها قيادات الاسلاميين وما عارف الجيش مختطف وقراره ما في يده. قول واي يا قحاطي، قول واي، قول واي. هسه في ناس الواحد تلقاه يقول لك يا اخي والله الحرب دي مش فيها كيزان. طيب وحمد تبتاعك ده شنو؟ حمد تبتاعك ده شنو؟ فلنجاي ماكوز كوز جينجا. وكمان النوع الجاهل، النوع اللي بيعرف بس لغه الجغم يعني. كانوا في الفرد بيعملوا في شنو؟ منظمه انسانيه، بيقسموا في اسمه شنو؟ في مواد تموينيه للناس، ما كان بيحرقوا في قرى، دي مهنتهم الاساسيه، بيحرقوا في القرى، كان بيقتلوا في ناس، بيدفنوا في ناس احياء. عشان كده احنا كلنا جيش ليوم الغيام ذاته، والله العظيم ندعم. شفت القوات المسلحه دي؟ والله لو يفضل زول واحد بس يفضل سلاح الموسيقى، تفضل اللافته بتاع سلاح الموسيقى، لافته السلاح الموسيقى دي بس تفضل، والله نحن شفتها بنقول عندنا جيش. ليه؟ العسكري الواحد ده بوتو بوتو بس، بوت العسكري الواحد ده بيساوي كل الجنجه. وداعمينه وناصرينه وبساوي كل القحاطة، والله كهنة، كهنة بوت بتاع عسكري والله العظيم تساوي كل الجنجة وداعمينه وتساوي كل القحاطة، كهنة بس بتاع بوت. شفت انا افضل عسكري واحد نفر نفر بس في سلاح الموسيقى، يفضل سلاح الموسيقى ده بس. يعني احنا مع القوات المسلحة نكره لك الجنجة ديل كراهية، لأن ما عندنا لأي حاجة. أنا واحد من الناس تاني مع الدنيا معروف من زمان، الناس اللي أنا بألم وما نافع منهم من زمان، من وقت هسه في ناس كان بيطبلوا بيقول لك الدنيا ديل قوة تابعة للجيش وما تقبلوا الكلام ده، نحن والله نحن كنا بنبيل فيهم بالسنين، 4 سنين أنا بنبيل في الدنيا وبيل وبفضح فيه عفنهم. هسه دي الفرصة، دي الفرصة ذاتها، بالله ما بخجلوا. جايبين لك مريم، مريم قربت تبكي، لكن مريم دي طبعا هي ما تربيت منه، تربيت الصادق، الصادق عراب الميليشيا، صادق قبل اليوم برضه ما جاب ميليشيا قتلت الناس في الخرطوم، ذاكرتنا سمكيه ولا شنو؟ حتى ان كان ما حضرنا الكلام ده لكنه نسونا به. الصادق المهدي الله لا رحمه، الله لا رحمه، والله الحال الفائده الوحيده اللي عملتها كورونا انها جامد الصادق ده، دي الحسن الوحيده اللي عملتها كورونا انها جامد الميت سمى الصادق المهدي. ولا انا بولده وسخه
زينب ام جقم دق الله لا كسبها، قالت الدعم السريع عشان الطيران دخل في بيوت المواطنين. الوسخة بيتهم ذاته حرروا لهم الجيش، بيتهم ذاته الجنجة ما خلوا لا والله ولا سروال قديم، والله سروال قديم يا زينب ما خلوا لقي في بيتكم، الجيش رجعوا عليكم هسي. تقول قال الدعم السريع، قال لولا الطيران ما كان دخل بيوت المواطنين. ولد وسخة، ولد وسخة اقسم بالله، ولد عفنة الله لا كسبهم يا اخي، والله العظيم يا واطية ومريم، مريم الطرطورة. جماعة بقول لك قال مريم المنصورة، طرطورة منصورة شنو؟ أقبى من المرد أنا ما لاقاني. والحقيقة لما عصروها بها وشفت سلك صاحبها خالد سلك، أقسم بالله العظيم زي زول مودينه على الاسم شنو؟ البوندينو على الإعدام، عليك الله انظر لوجه خالد ده، زي زول الساقين مودينه على الإعدام. بس بالاضافه لباقي الشياب، انا ما عارف في شياب كده عليك دينك زي ناس عمك اديب نبي الاديب ولا شنو ده؟ شنو ده يا شياب؟ ما تموت لكم موت ينفعكم يا اخي. الواحد عاش اتولد في بيت خيانه، اتولد في بيت خيانه، رضع الخيانه، كي بقى شاب طرعرع زي ما بيقولوا كده في الخيانه، كبر في الخيانه ولسه دار يموت على الخيانه. ده يا مريم تمثل السودان انت؟ قتلت كل الشعب السوداني ده يا وهمية. وشك ذات والله العظيم نازل، ما قلت لك سبحان الله يعني انا ما عارف بدل نازل يعني الواحد تلقاه سمين النازل بياكلوا كيف؟ الدماء السالت دي ربنا يا عم بذلكم منا على الاقل بتاكلوا كيف بس؟ هس الواحد فين بيجي ولا واكل كده وبيشرب وباكل؟ والله ده قلوبكم ميتة، والله كل ما الشعب السوداني السالت دي والله العظيم في رقبتكم انتوا تتحملوا مسؤوليته اقسم بالله. ده قال انت مركز مع قحط اكتر من الجنجبيل، وهي قحط دي يا وامي انت كويس كده. نحضر الكاهلي العفين ده قال اسمه مين كده؟ ما عارف الكاهلي والله، نحن بنعرف الكوالي ده الرجال يا حبيبنا، اول مره في حياتي القلي كاهلي ما مال يمين ولا انت ده. اول مره في حياتي القلي كاهلي عفين، كوالي اللي قعدنا معاه واشتغلنا معاه وجاورناه والله كلهم ما فيهم كلام، لكن انت والله بتكون جنجويدي. شوف الجنجويدي اللي عندي قاعدين يكتبوا كاهلي وقاعدين يكتبوا ما عارف رفاعي وقاعدين يكتبوا ما عارف مين شندي، والله ده كلهم جنجويدي والله حرام، كلهم جنجويدي ما في نهايه. نحن الكوالا ده بنعرفهم وقعدنا معاهم، عرفين زي ده مستحيل يكون كاهلي مستحيل، عشان كده امسك البلوك ده يا وهمي. جيب الزول اللي قال انت مركز مع القحاله ده برضه، جيبه جيبه جاي. وينهم دي مرة؟ لا لا مرة ده خارجي، مرة ده شوفي لك شغلة، لا بنبذك لا عندي معك شغلة، أنا قال يمكن راجل، مرة دي ما عندنا لك أي حاجة. شوفي شغلتك، تكون راسك لافي ذاته، كون راسك لافي. اخواننا لحد هنا ونقيف والى ان نلتقي بعدين، برضو عندنا لايف اخواننا بعدين عندنا لايف. تسلم الله التحية للكوالي عموما، ده المنتحرين الشخصية بتاعت كوالي يعني يقول لك كالي يقول لك رفاع يقول لك شنو، والله ما في جنجويتي كويس. كوالي ده بالذات واقفين مع الجيش قنا، واقفين مع الجيش قنا اقسم بالله، بنعرف الشباب والله هميمين اكثر من قادة الجيش نفسه اقسم بالله. يلا يا اخوانا لحد هنا ونقيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.